تنفيذ عملية نوعية لكتيبة حاجز حمزة طيب. عم يضرب سيد الشهداء الساعة 2 بالليل على الناس اللي بتدور طيب. وانطاب اثنين هلا طفل صغير وبنت عم يضرب. ليش عم يضرب عليكم ليش؟ عم يضربوا هيك تبلي خطف عشوائي ونحن عم نحاول باذن الله قدر الامكان نحن نتجسحر عن نحمي الناس اللي بتدور. الله يقويكم يا رب. طيب.